ما كذلك يعني اللاعب دومينيك والمدرب والإطار الفني الجهاز الفني يعني درس كما ينبغي لاعب تشاينيز، لأنه يبدو من خلال وقفة اللاعب دومينيك صاحب اللباس الأحمر، من خلال وقفته في المقابلة بصراحة يعني لديه حضور ذهني كبير جدا، وننظر يعني نشاهد حاليا في بالضبط تسجيل نقطة نقطة، يعني حضور ذهني كما قلت لك كبير جدا، يعني يخول له تسديد النقطة عند أي فراغ يحصل في واقي الصدر للاعب التشاينيز تايبي. ممتازة صرخة كبيرة من اللاعب التايلاندي، بس مش ضروري يكون من لاعب الصيني، لكن مش ضروري يكون سجل نقطة. بالضبط، هي صرخة تعبر عن شعور اللاعب لرغبته في تسجيل نقطة، في الفوز بالمباراة طبعا، لأنه ضغط نفسي قوي، لأنه هو الفائز ببطولات العالم والألعاب الأولمبية كما ذكرت سالفا، وبالتالي حركات فنية حلوة، ويعني رغبة بالفوز واضحة عند اللاعب الدومينيكي. أراد أن يعيد له الحركة التي قام بها في الجولة الأولى ولم تسجل له نقطة، ولكنه سقط يعني، وحكم الوسط لم يعاقبها. هنا انقضاء 10 ثواني ولم يدخل أي لاعب، فحكمة الوسط سريعة تنبه على اللاعبين بالقيام بالمقابلة، وإذا انقضت 5 ثواني أخرى بعد ذلك التنبيه فإنها تعاقب كلا اللاعبين. نتيجة تعادل. سجل اللاعب تشاينيز تايبي نقطة في نهاية هذه الجولة الثانية، 30 ثانية على نهاية الجولة الثانية، والنتيجة 2-2. مرة أخرى حكم الوسط ينبه، لابد من لاعب دومينيك أن ينتبه إلى هذه الهجومات، لأن لاعب تشاينيز تايبي قوي جدا في صد الهجومات. ممتازة حركة ثلاثية من لاعب تشاينيز تايبي، وهنا الالتحام الأقوى حتى الآن مع الطيران الحركات الاستعراضية. بالضبط، يعني قليل جدا ما يسجل عندنا فيها نقاط، وهي حركات استعراضية تؤثر نفسيا على اللاعب الخصم، وكذلك تهيج الجماهير للصياح، وتنتهي الجولة الثانية بالتعادل كذلك. يعني لاحظنا الحكم كان